بعد استضافة أحداث البطولة الكأس ولقاءات المنتخب لأول مرة مباراة كأس إفريقية في ملعب رادس. ملعب المدينة الرياضية 7 نوفمبر رابطة أبطال إفريقيا أو حظ من كان في رادس ذات يوم من مارس 2005. بين الترجي الرياضي التونسي والهلال السوداني حظ من تابع ساعة ونصف كرة قدم بأتم معنى الكلمة. كرة القدم في مختلف أشكالها من الحيرة إلى الفرح. من مسلسل الفرص المهدورة بأعجوبة إلى 3 أهداف في 4 دقائق. الترجي انتقل بسرعة البرق من خطورة مواجهة الانسحاب إلى الأهداف إلى الترشح للدورة الثانية لمسابقة الأبطال. منهزم 1-0 إلى حين دقيقة 68. منهزم كذلك 2-0 ذهابا أثر فترة فراغ كلفته 2 أهداف يوم 6 مارس في الخرطوم. السيناريو يتعقد أكثر عندما يكون المنافس الهلال السوداني. أطاح بالأهلي المصري منذ سنة، وصل منذ أسبوع إلى تونس حيث أجرى فريق المدرب التونسي سفيان الحيدوسي ما لا يقل عن 7 حصص تدريبية قبل مواجهة الترجي. سنعود إلى البداية للتذكير أنه أول منعرج على مستوى دقيقة 19 هيثم طنبل أمامكم يمر وسط الدفاع وبين أقدامه مبكرا كرة هذا الدور الأول لأبطال إفريقيا. شجاعة حمدي القسراوي وعملية تؤكد أن صاحب 21 بطولة في السودان يبقى خطير جدا. 25 دقيقة أخيرة في الشوط وإمكانيات تهديف واضحة ضاعت على كليتون وسلام القزداوي. نشاط مراد المالكي لم يكفي في الرواق الأيمن، الشوط سينتهي 0-0. فترة ثانية يمكن اعتبارها 45 دقيقة سريعة جدا، 45 دقيقة أخيرة مجنونة ستبقى في ذاكرة الترجيين في هذا الموسم 7 على التوالي للفريق ضمن رابطة الأبطال الإفريقية. بعد 4 دقائق صفراء ثانية وطرد ضد اللاعب على الدين جبريل. الهلال متماسك يدافع بكل ما أوتي له من جهد. الترجي يبحث عن هدف مفتاح ضاع على معين الشعباني بهذه الطريقة. ضاع كذلك على البرازيلي ماركوس دوس سانتوس. 59 دقيقة لعب محمد موسى دقائق قليلة بعد دخوله يتوغل في الجهة اليسرى عرضية خروج غير سليم من القسراوي وطنبل لم ينتظر هدية أفضل. 1-0 أحكام كرة القدم تعاقب من يفشل في تحويل الفرص إلى أهداف. هيثم طنبل يسجل ذهابا وإيابا نصف ساعة عن النهاية. الترجي الرياضي أصبح مطالب بأربع أهداف كاملة. عندما سدد معين الشعباني وعندما رجعت كرة ماركوس دو سانتوس بعد هذا من القائم هذه الدقيقة 67 كان هناك من غادر الملعب والهلال ظل نفسه في الدورة الثانية. عصام جمعة يحاول يراوغ عصام جمعة والهدف هدف التعادل هدف التعادل. سيرة وتصويبة والحارس وفرصة فرصة والهدف الثالث ممتازة جدا من إيدوريزي فريق السوداني وفرصة والهدف الرابع لفائدة الترجي الرياضي التونسي. هدف الترشح يتسجل على اثر مخالفة واللي تولى تنفيذها هو كمال زعيم. اتمنى لها حظ اوفر والهدف
الهدف الخامس. أول هدف قاري مع ترجي في سجل كمال زعيم، إيدوريزي والتيفي، 5 أهداف مقابل 1، خماسية في 25 دقيقة. الترجي عاد من بعيد جدا لأنه في الوقت اللي يلزم 11 لاعب أصبحوا رجل واحد ليصبح الشوط الثاني بطولي بكل معنى الكلمة من معنى. اليوم ظهرنا كاركتير القوة، كاركتير نتاع الاسبيرونس مع تربية 4 ساعة لعب الشوط الثاني مع سجلنا هدف، نص ساعة لعب نرجع نسجل 5 أهداف، هذا يبرر إلى قوة الاسبيرونس وإن شاء الله نكون دافريك إن شاء الله. الشوط الأول مش كيما نحبوه نحن، الشوط الثاني نزلنا بكل عزم نربحوا وترشحوا، الحمد لله ترشحنا. الهدف تجم تقول عنده 80% من الترشح، كما قبلناش هدف ما نكملوش بالروح هذه، الحمد لله يا ربي. نشكر اصحابي اللي معناها رغم الهدف اللي قبلناه ضد مجد الراب نجمنا نكملوا ونسجلوا 5 أهداف، كنا نجموا نسجلوا اكثر. ونهديه هذه بصفه خاصه الجمهور اللي مصلي يعني بيك، تشوف معناها فريمون سي ايموسيونيل. وكاو هذا هي الاسبيرونس قلايب، قلت ربي بالبدايه هذه قلت ربي بسوس كوب دافريك ان شاء الله. التغييرات اللي عملناهم كانوا موافقين، واللي دخلوا ما قصروش مع الاولاد وزادوا الاضافه، وهذا علاش التعويض يصلح في الوقت المناسب، وتلقى ملاعبيه كما قلت في الترجي عندنا ملاعبيه كما اللي موجودين معناها دي رامبلاسون ولا اللي يلعبوا من ثم حتى فرق، ورينا اليوم اللي ما ثم حتى فرق ما بين اللي يلعب اساسي واللي يدخل المعوض نتاعو، شفنا اليوم اكبر دليل. سي العربي يظل الناس كل شكت في الترجي خاصه بعد شوط اول اللي ما مشاش كما يلزم. اللي عندهم الحق يشك في الجد، الشوط الاول ما مشاش كما يلزم، حضرنا له كما الشوط الثاني، لكن طحنا في الفخ ولعبنا باسلوب يتماشى مع تصورات الفريق المنافس. هذا كله اطمعنا في الاسباس، المناطق الحره اللي موجوده على الاجنحه. وفي الشوط الثاني صلحنا وفتحنا المنافذ على اليمين وعلى اليسار، واللاعبين يعني نجموا يقدموا اللي قاموا به طيله الاسبوع. إذن بالنسبة للترجي عزيمة انتصار وترشح، مع الإشارة كذلك إلى إقصاء محمد الجيزاني من طرف الحكم المغربي في وقت كان فيه مدافع الترجي على بنك الاحتياط.